شابتر النيرفس سيستم، شابتر يعتبر قبل الاخير معانا في المنهج. هنتكلم عن الجهاز العصبي طبعا. لما اتكلمنا عنه في الهيستولوجي، الهيستولوجي حاجه والاناتومي حاجه ثانيه خالص، مش نفس المنهج، مالهمش علاقه ببعض، ده حاجه وده حاجه. بادئ اول حاجه في النيرفس سيستم، عامل تقسيمه كده. تقسيمه النيرفس سيستم بيقول ان هو يا اما سنترال نيرفس سيستم يا اما بريفرال نيرفس سيستم. وكنا عرفنا في الهيستولوجي ان السنترال نيرفس سيستم هي اي حاجه حواليها عظم، انما البريفرال نيرفس سيستم ما حولهوش عظم. السنترال نيرفس سيستم بيقسم الى برين وسباينال كورد. احنا ان شاء الله هنتكلم في الشابتر ده عن السنترال نيرفس سيستم من ناحيه البرين ومن ناحيه السباينال كورد، ده اللي هنتكلم عنه. جزء البريفرال نيرفس سيستم ده هو التقسيمه بس، مش هنتكلم عنه حاجه خالص. ان شاء الله الحصه الجايه في الاخر نبقى ناخد الجزء ده. انا عاوزك بس تعرف لي ان احنا اول بنبدا بالنيرفس سيستم. النيرفس سيستم بيقسم الى سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم، والسنترال نيرفس سيستم بيقسم الى برين وسباينال كورد. ده مجرد انك تعرفه لي حالا. نبدا بقى كلام الشابتر يلا. اول حاجه بنتكلم عنها هي النيرف سيل. النيرف سيل او النيرون دي اول حاجه هنبدا بيها، لان دي الوحده البنائيه والوحده الوظيفيه للجهاز العصبي. اذا الاول بنتكلم عن الجهاز العصبي، فلازم اقول لك الوحده البنائيه اللي فيه. الوحده البنائيه في الجهاز العصبي هي النيرف سيل او النيرون. اول حاجه كاتب ان النيرون ده البيلدينج يونت اوف ذا نيرف سيستم، ده الوحده البنائيه. وطبعا كنا خدنا في الهيستولوجي ان النيرف سيل مكونه من سيل بودي اللي كنا بنسميه البريكاريو، وكان في الاكسون وكان في الدنترايت. كان السيل بودي هاز ريسبتور اون اتس سيرفيس ريسيف تيرمينال اوف اذر نيرون. بص لي معناها ايه بقى؟ طبعا كنا عارفين ان النيرف سيل عباره عن الخلايا العصبيه، كان ليها راس، الراس دي بنسميها السيل بودي، ثم ياتي الاكسون، وكان في اخر الاكسون حاجه اسمها الاكسون تيرمينالز اللي هي النهايات. وكان هنا السيل بودي كان ليها زوايا، الزوايا دي كنا بنسميها الدنترايت. فهو بيقول لحضرتك دلوقتي ان الوحده البنائيه للجهاز العصبي هي النيرف سيل، والنيرف سيل مكون من سيل بودي واكسون ومعانا الدنترايت. ثم بعد كده كاتب عندك بيقول ايه؟ سيل بودي هاز ريسبتور، ليها ريسبتور. ايه الريسبتور دي؟ الريسبتور دي هي المناطق اللي بتستقبل الاشاره من عصب تاني، لان احنا بيكون عندنا، اسمع بقى، بيكون عندنا ادي خليه عصبيه، والخلايا العصبيه دي يطلع منها اكسون، والاكسون يطلع منه اكسون تيرمينال، يقوم الاكسون تيرمينال ماسك مع الدنترايت بتاع السيل بودي، فالاشاره تتنقل من هنا لهنا، ثم دي تيجي، يبقى هنا في راس، الراس دي لها دنترايت تقوم جايه ماسكه معاها وهكذا. عشان كده بيقول ان السيل بودي بيكون ليها ريسبتور على ريسبتور اون اتس سيرفيس على السطح ريسيف التيرمينالز اوف اذر نيرون، تستقبل التيرمينالز بتاع نيرون الثاني اللي هي اسمها الاكسون تيرمينال. يبقى الريسبتور اللي على سطح السيل بودي دي اللي بتستقبل الاكسون تيرمينال بتاعه العصب اللي قبلها، لان عصب بينقل لعصب بينقل لعصب. ازاي بقى؟ الاكسون تيرمينال من العصب الاول تقعد على الريسبتور بتاع الراس بتاع العصب الثاني وهكذا، فالاشاره تنقل من هنا الى هنا الى اللي بعدها. These contact points are called synapse. انا عاوز الكلمه دي، التقاء اي عصبين مع بعض اسمها synapse. لما يبقى عصب ملتقي مع عصب اسمها synapse. synapse دي معناها ايه؟ ادي عصب يا جماعه وادي العصب الثاني، الفراغ اللي بين العصبين ده بنسميه synapse. ده منطقه التقاء عصبين اسمها synapse. طبعا عند حضراتكم الاكسون كاري امبلس فروم السيل بودي، بينما الدنترايت كاري امبلس تو السيل بودي. لما كنا خدناها في الهيستولوجي وكنا بنقول واحد بيوزع واحد بيجمع، طبعا السيل بودي اهو مين اللي بينقل الاشاره للسيل بودي؟ الدنترايت. امال مين اللي بياخدها من السيل بودي ينقلها؟ الاكسون. اذا الاكسون بينقل الاشاره من السيل بودي، انما الدنترايت بينقل الاشاره الى السيل بودي. والنيرون كانت اندرجو سيل ديفيجن. طبعا عارفين الخلايا العصبيه لا تتكاثر، ما بتنقسمش، وبالتالي لا تعوض. كلام النيرف سيل ده مجرد كلام مقدمه، مش ده اللي انا محتاجه في الاناتومي، مجرد بس كلمات ايه كده بنسمي بيها، بنبدا الشابتر. الاناتومي فعلا يبدا من اول كلمه برين، بس قبل ما نقول البرين ناكد يلا ايه البيلدنج يونت بتاع النيرفس سيستم. يا النيرف سيل او النيرون اللي مكونه من سيل بودي واكسون والدنترايت. السيل بودي ده ريسبتور بيستقبل التيرمينالز المهمه ديت، التقاء عصبين مع بعض. الاريا اوف كونتاكت بتوين تو نيرون از كولد سينابس. الدنترايت ينقل للسيل بودي، بينما الاكسون ينقل من السيل بودي، والخلايا العصبيه لا تنقسم، دونت ديفايد. يبدا الشابتر فعلا بقى من اول كلمه برين. احنا قلنا
الجهاز العصبي بتاعنا بنقسمه الى حاجه اسمها سنترال نيرفس سيستم وحاجه اسمها بريفرال نيرفس سيستم. مش هنتكلم عن البريفرال خالص، احنا هنتكلم عن السنترال. السنترال نيرفس سيستم يا اما المخ اللي هو البرين، يا اما الحبل الشوكي اللي هو اسمه سباينال كورد. النهارده ان شاء الله هناخد البرين، بكره هناخد السباينال كورد. نبدا بالبرين، والبرين ده هنتكلم فيه عن المعطيات الاتيه. هنبدا اول حاجه ونتكلم عن المينينجيز. وكلمه مينينجيز دي معناها السحايا. يعني ايه سحايا؟ اغلفه المخ. اغلفه المخ اسمها المينينجيز. ثم هنتكلم عن السريبرال هيمسفير. السريبرال هيمسفير دول حضراتكم عارفين ان المخ عباره عن نصين، كل نص من دول بنسميه سريبرال هيمسفير، دول نصفي المخ. ثم هنتكلم عن حاجه اسمها البيزال جانجليا، ثم هنتكلم عن حاجه اسمها السريبيلوم، ثم هنتكلم عن السلمس، ثم هنتكلم عن الدرين ستيم، ثم هنتكلم عن السي اس اف. مين الحاجات دي؟ ان شاء الله ناخدهم واحده واحده حالا ونبقى عارفين كل حاجه فيهم. عايزين نبدا اول حاجه يلا بالمينينجيز. والمينينجيز ديت اللي هي اغلفه المخ اللي بنسميها السحايا. لو تسمعوا عن حاجه اسمها الالتهاب السحائي، ده بيبقى عباره عن التهاب اغلفه المخ، لان اغلفه المخ اسمها المينينجيز. اذا بادئ اول عنوان هنتكلم فيه في البرين هو المينينجيز. المينينجيز بيقول البرين از كفرد باي ثري ميمبرين. المخ بيكون مغلف بثلاث اغلفه، الثلاث اغلفه دول بنطلق عليهم اسم مينينجيز، ار كولد مينينجيز. الثلاث اغلفه اسمهم ايه؟ ديورا مطر، اراكينويد مطر، بايا مطر. ديورا مطر، اراكينويد مطر، وبايا مطر. ترجمتهم بالعربي لو سمعتوها في العلوم ولا حاجه، اول واحده اسمها الام الجافيه، ديورا مطر اسمها الام الجافيه، اراكينويد معناها الام العنكبوتيه، بايا مطر معناها الام الحنون. مش فارقه معانا في حاجه يا جماعه، ترجمه العربي مش هتسهل لك معرفه حاجه. هم ثلاث اغلفه وعاوزين نبدا يلا نرسم رسوماتنا النهارده. اول حاجه انا عايز ارسم لك البرين اهو، ده كده البرين نيجي نتكلم عنه. ادي البرين، البرين المفروض ان هو موجود بداخل الجمجمه اللي هي السكال، والبرين بيكون عليه ثلاث اغلفه. الغلاف الاول ده بيكون على البرين مباشره، ثم ياتي ادي كمان غلاف، ثم ياتي ادي كمان غلاف. اذا البرين حواليه كام غلاف؟ ثلاث اغلفه، بنطلق عليها اسم مينينجيز، وبراه بيكون السكال. ادي السكال اهي، لو قلنا اول غلاف بره اسمه ايه؟ ده اسمه الديورا مطر، اللي بعده اسمه الاراكينويد مطر، اللي بعده اسمه البايا مطر. ناخد كل واحده فيهم يلا ونتكلم على اللي احنا محتاجينه. بنبدا اول حاجه بالديورا مطر، طبعا دي الاوتر، اول كلمه عاوزين نعرفها دي ناحيه بره خالص، ده الاوتر، وده بيكون هارد. هارد معناه ناشف. ليه بقى؟ اسمع، دي السكال اهي، السكال اللي مبطن السكال من جوه هي الديورا مطر. يعني الديورا مطر دي يعتبر كانها لازقه في العظم بتاع السكال من جوه، فلازم تبقى ناشفه عشان تعرف تمسك مع عظم. دي الاوتر، زائد انها بتبقى هارد شيس. هارد شيس معناها غلاف ناشف، غلاف جامد، لاي جاست بينيس، موجود تحت البولز اوف ذا سكال، يعني ده موجود مباشره تحت عظم الجمجمه. انا في صفحه 106 في النص. ده الاوتر هارد شيس، موجود تحت البولز سكال. اعمل لي كده عندك بين قوسين لاين ذا سكال، لاين ذا سكال يعني بيبطن السكال من جوه، لاين ذا سكال. ده الديورا مطر. ثم بعد كده بيجي الدور على الاراكينويد مطر، وطبعا دي الميدل لاير. الميدل لاير معناها انها دي الطبقه اللي في النص، الطبقه اللي في النص بيقول ديت سبيس بينيس ات، المسافه اللي تحتها اسمها سب اراكينويد سبيس. اذا بصوا يا جماعه دي اسمها ايه؟ اسمها ديورا مطر، دي اسمها اراكينويد مطر، دي اسمها بايا مطر. امال الاسمر ده مين؟ السكال. فلو قلت لك مين الاوتر؟ الديورا. هتبقى هارد ولا صوف؟ هارد، زائد انها بتبطل العظم بتاع السكال. امال دي اسمها ايه؟ اراكينويد. مش هتقول فيها اي تفاصيل غير انك تعرف بس ان المنطقه الفاضيه اللي تحت الاراكينويد مطر بنسميها الصب. صب يعني ايه؟ تحت. صب اراكينويد سبيس لازمتها ايه؟ في سائل موجود في المخ وسائل موجود في الحبل الشوكي اسمه السي اس اف، ده السائل بتاع المخ والحبل الشوكي. السائل ده بيكون موجود في الصب اراكينويد سبيس دي، عشان كده لو جيت سالتك اين يوجد السي اس اف؟
في السب اراكينويد سبيس. بقول الاراكينويد ماتر ده اسم الطبقه نفسها، ودي الميدل لاير تحتها في سبيس اسمها السب اراكينويد سبيس، ودي بتحتوي على السي اس اف. السي اس اف ده ان شاء الله هنتكلم عنه حالا بالتفصيل. اللي بعد كده اسمها البايا ماتر، ودي بتكون الانر لاير، دي اللي جوه خالص. وعاوزين نعمل مقارنه سوا، يلا دي اسمها ايه؟ الديورا. امال دي اسمها البايا، دي كانت هارد او خلينا نقول دي الاوتر، انما ده بتبقى الانر. دي هارد لانها جنب العظم، انما دي لازم تبقى سوفت لانها على البرين. والبرين ده حرفيا لو حد لمسه في الحقيقه، يعني لما لمسناه في الحقيقه جيلي، البرين جيلي حرفيا عامل زي الجيلي، يعني انت لو اتكيت عليه شويه تلاقيك دخلت فيه. فهو حاجه رقيقه جدا، حاجه ديليكت قوي، ما ينفعش يكون عليها غلاف صلب، لازم الغلاف يكون رقيق جدا وطري جدا. عشان كده الغلاف اللي على البرين اللي اسمه البايا مطر بيقول بيكون سين وسوفت، بيكون رقيق جدا وزائد ان هو رقيق بيكون طري. سين وسوفت وفاسكولار كمان، فاسكولار يعني في اوعيه دمويه، وده فيرملي ادهرنت تو البرين. كلمه فيرملي ادهرنت معناها لازقه، لازق في البرين، لدرجه ان احنا لما بنكون بنعمل عمليات جراحيه في المخ يا جماعه بنقوم جايين الاول قاطعين الحته من الجمجمه وشايلين الجمجمه، ثم بنمشرط نقوم جايين قصين الديورة، ثم بعد كده نقوم جايين قصين الاراكينويد، ونيجي بعد كده نبص على الباي نلاقيها لازقه على البرين، بنقشرها بنقشرها، ده بتكون لازقه مباشره على البرين. نجمع كلامنا ده كله، يلا احنا دلوقتي بنتكلم عن ان النيرفس سيستم يا اما سنترال يا اما بريفرال. السنترال يا اما برين يا سباينال كورد. في البرين اول حاجه عاوزين نتكلم عنها هي الاغلفه نفسها. اغلفه البرين اسمها مينجيز، عددها بيكون ثلاثه، اللي بره اسمها ديورا مطر، اللي في النص اراكينويد مطر، اللي جوه اسمها بايا مطر. بالنسبه للديورا دي الاوتر، امال الاركينويد دي الميدل، بالنسبه للبايا هتبقى الانر، بالنسبه للديورا كانت هارد وموجوده تحت العظم، انما البايا كانت سوفت وفاسكور موجوده على البرين، لازقه على البرين. واللي في النص اسمها سب اركينويد سبيس. ايه لازمه السب اركينويد سبيس؟ ان السبيس اللي تحتها اسمها او الطبقه نفسها اسمها اراكينويد مطر، فيها منطقه اسمها سب اركينويد سبيس تحتها، دي اللي بتحتوي على سي اس اف. يبقى البرين فيه كام غلاف؟ ثلاثة، بنسميهم مينينجيز، وده أول عنوان عاوزين نتكلم عنه في البرين. تاني عنوان عاوزين نتكلم عنه في البرين هو السريبرال هيمسفير. إيه السريبرال هيمسفير دي؟ مبدئياً لازم تعرفني النهاردة إن البرين اسمه سريبرام. اسمه سريبرام، يبقى السريبرام ده البرين. البرين ده بيكون عبارة عن كورة، بس الكوره دي مشقوقه نصين، مشقوقه نصين. كلمه كوره اسمها سفير، سفير يعني كوره، لما يبقى نص نسميها هيمسفير. اذا دول عباره عن نصين، كل نص كانه نص كوره وخاصين بالمخ، فنطلق على نصفي المخ اسم سيريبرال هيمسفير. المخ عباره عن نصين، نص يمين ونص شمال مرتبطين مع بعض الحاجه في النص، كل نص منهم اسمه السيريبرال هيمسفير، وده اللي عاوزين نتكلم عنه حالا. فلو جيت قلت لك ان انا هرسم كده، هرسم الوش بالطريقه دي، فلما تيجي ترسم هتبص تلاقي ان شكل البرين بيكون عامل ازاي؟ طبعا دي السكال اهي، ده شكل السكال. البرين نفسه بتلاقي البرين الشكل بتاعه عامل كده. ده البرين، ده نص وادي نص، ده اسمه سريبرال هيمسفير وده اسمه سريبرال هيمسفير، وده اللي عاوزين نتكلم عنه حالا ان شاء الله. ايه هم السريبرال هيمسفير بقى؟ بيقول البرين كونسيست اوف تو هيمسفير، المخ مكون من نصفين اتنين، كل نص بنسميه سريبرال هيمسفير، كونسيست اوف تو هيمسفير، ويتش ار بارشلي سيبريتد، مفصولين عن بعض جزئيا. وخد بالك لاني مش هقول لك انهم مفصولين تماما، ده مفصولين عن بعض جزئيا، لان في منطقه موصلاهم مع بعض، هنعرف حالا ان شاء الله ان في منطقه موصله الاثنين مع بعض، اذا هم مفصولين جزئيا مش بالكامل، مفصولين جزئيا بشق اسمه ديب ميديان كليفت. ديب ميديان كليفت، ديب يعني ايه؟ عميق، ميديان يعني في النص بالظبط، كليفت معناه شق، شق في النص عميق، بنسميه لونجيتيودينال سيريبرال فيشر. وميزه حصه النهارده هي ميزه بالنسبه للاناتوم، انما هو عيب بالنسبه لكم. في اسماء كتيره قوي، في مسميات كتير لازم نعرفها النهارده. دلوقتي احنا عندنا نصفي مخ اسمهم ايه؟
سيريبرال هيمسفير مفصولين عن بعض بالكامل ولا جزئيا؟ جزئيا بشق موجود في النص اسمه لونجيتيودينال سيريبرال فيشر. لونجيتيودينال سيريبرال فيشر هو بالطول ولا بالعرض؟ بالطول، فنسميه لونجيتيودينال. هو فاصل المخ سيريبرال وفيشر يعني شق. قلنا مفصولين كليا ولا جزئيا؟ جزئيا، لان هاويفر الهيمسفير ار كونكتد تو جيزر، الاثنين بيكونوا رابطين مع بعض بسيك ماس اوف نيرف فايبر. عايزك بس تعرف ان بيكونوا مربوطين مع بعض بنيرف فايبر بنسميها كوربس كالوزا، والاسماء اتعودت كلها كده النهارده. اسمه كوربس كالوزا، بيجي في الامتحان كتير قوي على فكره، كوربس كالوزا. وربطت المعلومات يلا. نصفي المخ اسمه سيريبرال هيمسفير، مفصولين جزئيا ولا كليا؟ جزئيا. مفصولين بايه؟ بالهوميديودينال سيريبرال فيشر. امال رابطين مع بعض بالياف اسمها ايه؟ كوربس كالوزا، اسمه كوربس كالوزا. بعد كده بيقول السيرفيس اوف هيمسفير، السطح بقى. خلينا كده نبص هنا سوا. سطح المخ لما بنيجي نبص عليه ما بنلاقيش سطح المخ مستوي، بنلاقي سطح المخ عباره عن مناطق عاليه ومناطق نازله، مناطق عالية ومناطق نازلة، مناطق عالية ومناطق نازلة. المناطق العالية بنسميها جايروس، بنسميها ايه؟ جايروس. لما اكون انا بتكلم سيبك من الكتاب خالص. المناطق العالية اسمها جايروس، والمناطق المنخفضة اسمها سالكس. الواحد اسمه جايروس، الجمع اسمه جايراي. المفرد اسمه سالكس، الجمع اسمه سالكاي. فسطح المخ بيكون عليه نمبر اوف جايراي اند سالكاي، جايراي اند سالكاي. يعني ايه جايراي؟ المناطق العاليه. يعني ايه سالكاي؟ المناطق المنخفضه. كانها بالظبط عامله زي جبال واوديه، جبال واوديه. جايراي وسالكاي، جايراي وسالكاي. مكتوب عندك بيقول سيرفيس اوف هيمسفير، سطح المخ بريزنت نمبر اوف، بيمثل او عليه نمبر اوف بلانت اليفيشن. كلمة blunt elevation، blunt معناها طالعة بالشكل ده مش كده، ده كده اسمه pointed elevation، انما ده اسمه blunt elevation، يعني عامل زي حرف يو. هو elevation يعني ايه؟ مرتفع. المرتفعات اسمها جايراي. separated from each other، مفصولين عن بعض بنمبر اوف جروف. جروف يعني ايه؟ منخفض، بنسميها سالكار. يبقى تعرف ان في elevation اسمها جايرار ومنخفضات اسمها سالكار. بعد كده بيقول اتش جايرس، كل جايرس. ايه الجايرس ده؟ المنطقه المرتفعه. كل جايرس كونسيست اوف جراي ماتر سوبرفيشالي ووايت ماتر ديبلي. بص الاول دي يعني ايه؟ هو اسمه ايه؟ جايرس، ده اسمه سالكس. جايرس سالكس. انا عاوز بقى ارسم واحد جايرس بس كبير شويه، فلما ارسم الجايرس على كبير ده كده الجايرس اهو، ده الجايرس. الجايرس لما بنيجي نبص عليه بنلاقي ان هو سوبرفيشالي، يعني من ناحيه بره كده بنلاقيه جراي مطر، انما في النص كده بيكون وايت مطر. ايه الفرق بين كلمه جراي مطر ووايت مطر؟ كنت معلمكم في الهيستولوجي وقلنا تجمع رؤوس خلايا يبقى جراي مطر، تجمع نيرف فايبر يبقى وايت مطر. يعني الشكل في الجايرس عامل ازاي؟ الشكل في الجايرس عامل كده، تلاقي راس الخليه هنا والاجزم كده، ادي راس خليه وادي اجزم، ادي راس خليه وادي الفايبر، راس خليه وفايبر، راس خليه وفايبر. فيبقى الجزء الخارجي هو تجمع رؤوس خلايا فيبان كانه جراي مطر، المطر اللي في النص يبقى تجمع فايبر فيبان وايت مطر. مكتوب عندك بيقول كل جايرس مكون من جراي ماتر سوبرفيشال، يعني ناحيه بره بيكون جراي ماتر. وايه الفرق بين الجراي ماتر والوايت ماتر بعينيك؟ جراي ماتر بتبقى لونها رمادي غامق شويه، انما الوايت ماتر لونها ابيض ابيض. اذا جراي ماتر احنا سميناها حسب ما شفناها بعينينا، لما جينا فحصناها بعد كده لقينا ان الجراي ماتر دي مكونه من سيل بوديز. علم على الكلمه دي وانا بعلم لك اصلا. الجراي ماتر مكونه من سيل بوديز، بينما وايت ماتر ديبلي يعني جوه بيكون وايت مطر، والوايت مطر ده مكونه من نيرف فايبر. نيرف فايبر. قبل ما اكمل هذه المعلومات بالترتيب زي ما انا بقولها. البرين مكون من كام نصف؟ اثنين، كل واحد اسمه سيريبرال هيمسفير، مفصولين عن بعض بشق موجود في النص اسمه
لونجيتيودينال سيريبرال فيشر مفصولين كليا ولا جزئيا؟ جزئيا، لانهم متصلين مع بعض من خلال الياف اسمها كورباس كالوزا. السطح من بره عباره عن مجموعه من الارتفاعات اسمها جيرال، ومجموعه من الانخفاضات اسمها سلكار. والجيراي دي نفسها سوبرفيشال يعني بتبقى جراي ماتر يعني سيلفوني، ديبلي بتبقى وايت ماتر يعني نيرف فايبر. المخ عباره عن فصوص، المخ عباره عن فصوص. مكتوب عندك الهيمسفير مكونه من فور لوبس، اربع فصوص، واسامي الفصوص بتسمى حسب اسامي العظم. يعني ايه العظمه دي اسمها ايه؟ دي اسمها فرونتال بول. يبقى الفص بتاع المخ اللي وراه اسمه فرونتال لوب. العظمه دي اسمها التيمبورال بول. يبقى فص المخ اللي وراه اسمه التيمبورال لوب. العظمه دي اسمها بارايتال بول. يبقى فص المخ اللي تحتها اسمه بارايتال لوب. العظمه دي اسمها اوكسيبيتال بون، ففص المخ اللي جنبها اسمه اوكسيبيتال لوب. يبقى احنا عندنا المخ كام فص؟ اربعه. ده اسمه فرونتال تيمبورال بارايتال اوكسيبيتال. كمان مره، فرونتال تيمبورال بارايتال اوكسيبيتال. مكتوب عندكم ان الهيمسفير مكونه من فور لوب، فرونتال بارايتال تيمبورال اوكسيبيتال. عاوزين نعرف مفصولين عن بعض ازاي بقى؟ يعني ازاي نقول ده اسمه كذا وده اسمه كذا؟ بالمناسبه فرونتال لوب ده المسؤول عن تصرفاتك، ده المسؤول عن البيهيفير، ده اللي ربنا قال عنه في القران ناصيه كاذبه خاطئه. ناصيه ده الفرونتال لوب، دي فرامل اليد بتاعتك. يعني ايه فرامل اليد؟ ده اللي مخليك تقول ايه وما تقولش ايه، ده اللي يخليك تعرف ما تقولش كلام وحش. يعني من الاخر دي اللي بتخليك شخص ديسنت محترم او العكس. هو الفرونتال لوب ده لو باظ مشكله كبيره جدا. السنترال سالكس بقى، ايه السنترال سالكس ده؟ هي سالكس يعني ايه؟ شق منطقه نازله لتحت. السنترال سالكس ده اللي بيفصل الفرونتال لوب عن البارايتال لوب. يعني ايه؟ بصوا يا جماعه ده اسمه ايه؟ ده كده اسمه فرونتال لوب. فرونتال لوب مكان ايدي كده بالظبط اسمه فرونتال لوب. ده البرايتال لوب اهو. بنعرف الفرونتال والبرايتال ازاي؟ في شق بينهم كده، يعني تلاقيك ماشي على البريك تلاقي ارتفاعات ومنخفضات بسيطه، فجاه تلاقي منخفض عميق قوي ثم يرجع يطلع ويكمل ارتفاعات ومنخفضات بسيطه. اللي قبل المنخفض الكبير ده هو الفرونتال لوب، اللي بعده هو البرايتال لوب. يبقى ايه اللي بيفصل الفرونتال لوب عن البرايتال لوب؟ شق اسمه سالكس، موجود في النص بالظبط هنا، فسميناه سنترال سالكس. اللي موجود في النص فاصل مين قدام عن مين ورا؟ فرونتال قدام عن البرايتال ورا. طب امال مين اللي فاصل البرايتال هنا عن التيمبورال هنا؟ واللي فيه شق بيكون موجود هنا كده في الجنب نسميه لاترال سالكس. بص على اللي بعدها. اللاترال سالكس ده اللي بيفصل التيمبورال انفيريورلي عن البرايتال سوبيريورلي. ويا سلام لو فهمت ليه كويس، ان يعتبر اصعب صفحه في الشطه هي دي وبتاع البرين ستيم. فهمت الاثنين الموضوع خلص. بص بقى، ده انهي لوب؟ فرونت. ده انهي لوب؟ تيمبورال. ده انهي لوب؟ بين الفرونتال والبرايتال في سنترال سالكس، وبين البرايتال والتيمبرال في لاترال سالكس. يبقى لو رسمنا قدام هلاقي مين؟ فرونت. وراه سنترال سالكس، وراه برايت، جنبه لاترال سالكس، تحته تيمبرال لوب. يبقى ده اسمه تيمبرال، ده اسمه لاترال سالكس، ده اسمه برايت، ده اسمه سنترال سالكس، وده اسمه فرونتال لوب. نجيب كده الجزء ده كله يلا قبل ما ناخد الفانكشنال اريا بقى. البرين يلا، البرين كام نص؟ اثنين. او خلينا نجيب الموضوع كله، انا عاوز النرفز احفظه لك النهارده عشان افهمه لك، تطلع النهارده حافظه. البرين كام ليه كام غلاف؟ ثلاثة. اسمهم مينينجيز، عبارة عن ثلاثة. مين هم؟ يورا، اراكينويد، بايا. مين اللي بره؟ مين اللي في النص؟ مين اللي جوه؟ مين اللي تحت العظم؟ ديورا. مين اللي على البرين؟ باي. امال مين اللي تحتها السي اس اف؟ الاراكينويد. مين اللي هارد؟ الديورا. مين اللي سوفت؟ باي. امال مين الفاسكولار؟ الباي. هو المخ كام نص؟ اسمهم سيريبرال هيمسفير، مفصولين عن بعض بلونجيتيودينال سيريبرال فيشر، ولكن مش منفصلين بالكامل، ده منفصلين جزئيا لانهم متصلين مع بعض. مين؟
السطح عباره عن ارتفاعات اسمها دايران وانخفاضات اسمها صرقات. كل دايره من بره جراي ماتر عباره عن تجمع رؤوس خلايا، ومن جوه وايت ماتر عباره عن تجمع نيرف فايبر. المخ كام لوب؟ فرونتال برايتال تمبرال اوكسيبيتال. مين اللي فاصل فرونتال عن برايتال؟ سنترال سالكس. مين اللي فاصل البرايتال عن التمبرال؟ لاترال سالكس. اللي عليه الدور حاجه اسمها المين فانكشنال اريا، والمين فانكشنال اريا دي معناها مناطق المخ اللي بتقوم بوظيفه. يعني احنا دلوقتي قلنا المخ عباره عن اربع فصوص، عايزين بقى نقول المخ عباره عن مناطق حسب وظيفه كل منطقه. يعني مثلا هقول لك المنطقه دي اسمها منطقه الكلام، المنطقه دي اسمها منطقه السمع، المنطقه دي اسمها منطقه البصر، المنطقه دي منطقه الاحساس، وهكذا. فاحنا هنقسم المخ بناء على المناطق حسب الوظيفه، وده بنسميه مين فانكشنال اريا. مناطق المخ حسب الوظيفه بنقسمهم الى ست مناطق. موتور اريا دي المسؤوله عن حركه الجسم، سنسوري اريا دي المسؤوله عن الاحاسيس، سبيتش اريا منطقه الكلام، اوديتوري اريا منطقه السمع، فيجوال اريا منطقه البصر، اولفاكتوري اريا منطقه الشم. يبقى احنا عندنا ست مناطق حسب الوظيفه: احساس وحركه كلام وسمع وشم وبصر. نبدا اول حاجه الموتور اريا. الموتور اريا احنا عندنا اسمع بقى، الشق اللي في النص ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ سنترال سالكس. هو بيكون شق كبير، رئه بالشكل ده كده. السنترال سالكس بيكون شق كبير، ولما يكون في شق الطبيعي ان قدامه يكون في منطقه عاليه ووراه منطقه عاليه. طب نلاقي الشكل ازاي؟ منطقه عاليه ثم شق كبير ثم منطقه عاليه ثم ينزل. ده كده ده السنترال سالكس، الشق ده السنترال سالكس. اللوب اللي قدامه يبقى مين؟ فرونتال. واللوب اللي وراه يبقى مين؟ برايت. اخر حته مرتفعه في الفرونتال، اخر حته مرتفعه في الفرونتال دي بنسميها بري سنترال جايروس. هو جايروس يعني ايه؟ عالي. هو ده قدام مين؟ قدام السنترال سالكس. فنسميه اللي قدام السنترال بري سنترال. وده ارتفاع ولا انخفاض؟ ارتفاع، يبقى نسميه جايروس. اذا بنسمي الحته دي كده بري سنترال جايروس. امال ده اسمه ايه بقى؟ قدام اسمها بري، ورا اسمها بوست، يبقى ده اسمه ايه؟ بوست سنترال، لانه ورا السنترال وجايروس لانه ارتفاع. وخليك فاكر الموتور اريا قدام والسنسوري اريا ورا. الموتور اريا قدام والسنسوري اريا ورا. يعني ايه الموتور اريا قدام؟ دي الموتور اريا ودي السنسوري اريا، دي منطقه الحركه ودي منطقه الاحساس. يبقى اين توجد منطقه الحركه؟ اين توجد الموتور اريا؟ الموتور اريا موجوده في البري سنترال جايروس. البري سنترال جايروس اللي هو ده. امال منطقه الاحساس موجوده في البوست سنترال جايروس. وبالمناسبه انت بتكون ممثل ازاي في مخك؟ يعني مخك شايفك ازاي؟ مخك بيكون شايفك كده. ده شكلك في المخ. المخ مش مقلوب بس وشك عدل. ده كده المخ شايفك كده. يعني منطقة رجليك فين؟ منطقة رجليك اهي. منطقة راسك فين؟ منطقة راسك هنا. لأن الراس بكل جوه والرجل برضه بتكون مقلوب. إنما الوش عدل. مكتوب عندكم بين قوسين body is upside down. يعني إيه upside down؟ يعني دماغك لتحت ورجليك لفوق، مش زي كده. أنت في المخ بالعكس. أنت في المخ مقلوب. أين توجد السنسوري اريا وأين توجد الموتور اريا؟ موتور اريا قدام، سنسوري اريا ورا. الموتور اريا قدام في البري سنترال جايروس، السنسوري اريا في البوست سنترال جايروس. يعني إيه موتور اريا وسنسوري اريا برضه؟ يعني لما تحب تحرك جزء من جسمك لازم إشارة تيجي من المخ، صح؟ الإشارة اللي بتيجي من المخ بتطلع من البري سنترال جايروس. طب لما تكون حاجة حسيتها لازم تروح للمخ، اي احساس بتحسه بيروح المخ للبوست سنترال.
اذا دي منطقة اوامر حركية ودي منطقة استقبال الاحاسيس في المخ، هما الاثنين دول. بعد كده عندنا منطقة اسمها السبيتش اريا اللي هي بتسكتش عندكم خالص، دي السبيتش اريا اللي هي منطقة الكلام، دي موجودة فين؟ بقول السبيتش اريا موجودة عند اللور بارت اوف فرونتال لوب. في الفرونتال لوب، فرونتال لوب اهو اللور بارت الجزء السفلي بتاعه، هنا السبيتش اريا اسمها بروكاس اريا، مش مهم الكلام ده، اسمها بروكاس اريا بتاعت البق، بتاعت البق اسمها بروكاس، اسمها بروكاس اريا منطقه الحديث سبيتش اريا، بيقول انها موجوده في اللور بارت اوف فرونتال لوب. ومش هتنساها لان قلت لك مين اللي بيخليك شخص ديسنت في الكلام، بيخليك محترم، فرونتال لوب، لان منطقه الكلام في الفرونتال لوب. بعد كده منطقه السمع هي ودانك فين؟ ودانك فين؟ يعني ودانك اهي يا منطقة السمع فين؟ أكيد جنبها في التمبرال لوب، عشان كده مكتوب إن الأوديتوري أريا دي بتبقى في الميدل أوف سوبيريور أريا أوف تمبرال لوب. يعني التمبرال لوب أهو فوق السوبيريور بارت بتاعه، السوبيريور ده في جزء بره وجزء في النص وجزء جوه، هي موجودة في النص. يعني هي في التمبرال لوب من فوق، ما هو التمبرال لوب ده فوق وتحت، هي فوق. وفوق ده نفسه بره وفي النص وجوه، هي في النص. اذا هي في الميدل بارت بتاع السوبيريور بارت بتاع التمبورال لوب. بالنسبه للفيجوال اريا وانت صغير كان يقول لك ما تضربوش الواد على قفاه عشان نظره ما يضعفش، لان منطقه البصر اهي، منطقه البصر ورا، منطقه البصر في الاوكسيبيتال لوب، موجوده في البوستيريور بارت اوف اوكسيبيتال لوب. سيبت اللوب اللي هو ده اللي هو عند القفله يا جماعه، ما تبقاش وانت ماشي عمال اي عيل صغير ادي، لا خد بالك دي منطقه البصر، فانت كل خبطه بتاثر على عينيه. بعد كده والفاكتوري اريا منطقه الشم، منطقه الشم موجوده عند الانفيريور سيرفيس اوف ذا برين، عند البرين من تحت، منطقه الشم عند البرين من تحت، ودي بتبقى في الكلاب كبيره جدا، منطقه الشم في الكلاب كبيره قوي، منطقه الشم في الانسان صغيره، لان كل ما الكائن حاسه الشم عنده كانت اعلى يبقى المنطقه بتاعتها اعلى. وبالمناسبه البرين، البرين في الميل حجمه اكبر من الفيميل، احنا فعلا دماغنا كبير وانتوا فعلا دماغكم صغير، دي مش شتيمه ده اناتومي. البرين بتاع الرجاله دماغهم كبير كحجم، الحجم كبير، انما في الفيميل دماغهم صغير، دماغهم صغير ككم، ولكن على النقيض منطقة الذاكرة في الميل صغيرة، منطقة الذاكرة في الفيميل تقريبا واخدة كتيرة ولا اتنين كتيرة، ما شاء الله بتكون مخزنة معلومات. يعني الميل ممكن يكون لسه واكل الصبح كلت ايه؟ والله ما اعرف. قابلت واحد امبارح وقال لك اسمه، اسمه ايه؟ مش فاكر، انا فاكر ان عميد الامالي مع انه قالت اسم، انما الفيميل تقول لك فاكر من السنه اللي قبل اللي فاتت يوم الاربعاء الساعه 12 الظهر لما كان في المكان الفلاني حصل 1 2 3، هي الذاكره عندهم كده، الذاكره عندهم ما شاء الله ما شاء الله ذاكره حديديه، وده بتبقى كارثه بالنسبه لنا. إيه طبعا ايه الجديد والقديم بيطلع على دماغك في الذاكره دي، انما الرجاله هم الرجاله يا جماعه خلاص عارفين، انت ناس ماشيين في حالهم، ذاكرتهم على قدهم، دماغهم كبيره ماشيين وخلاص. الفيميل بيكون كائنات معقده شويه. ده بالنسبه للسيريبرال هيمسفير، جزء المين فانكشنال اريا يا جماعه، جزء مهم جدا في الامتحان، جزء مهم في الامتحان. اين توجد الموتور اريا؟ موتور اريا قدام بري سنترال جايروس، سنسوري اريا ورا بوست سنترال جايروس. امال لو قلنا اين توجد السبيتش؟ فرونتال. اين توجد الاوديتوري؟ تمبرال. اين توجد الفيجوال؟ اوكسيبيتال. اين توجد الاولفاكتوري؟ في البرين من تحت عند الانفيريور سيرفس. بطريقه ثانيه هي الموتور، الموتور بالمناسبه الموتور، او خلينا نقول السنسوري احسن، السنسوري موجوده في انهي لوب؟ هي ورا السنترال، يبقى اكيد موجوده في البرايتال، السنسوري اريا موجوده في البرايتال. وده كده احنا خدنا البرين كسيربرال هيمسفير. في حاجات جوه البرين بقى، تراكيب جوه البرين، التراكيب اللي جوه البرين دي بيزال جانجليا وسيربيلا وصلبس، بيزال جانجليا وسيربيلا وصلبس. اول حاجه نبدا بيها البيزال جانجليا. البيزال جانجليا دي خليني الاول اقول لك بعض معلومات بعيدا عن الكتاب بعد اذنك عشان افهمك. مخك معقد الى اقصى درجه تتخيلها. احنا في طب يا جماعه
بندرس لهم كتاب، الكتاب ده 500 صفحة بيتكلم عن إن إزاي المخ بيشتغل. فإذا شغل المخ معقد جدا. الفكرة في حاجة، أنت لما تعوز تدي أمر حركي، وأنا كلامي واضح، أمر حركي يعني موتور، يقوم المخ مدي الأمر. ما ينزلش الأمر على العضلات على طول، ده الأمر العضلي اللي جاي من المخ لازم يعدي على مركز، المركز ده يشيك عليه. يعني ايه يشيك عليه؟ يشوف الامر ده صح ولا غلط، ولو لقى صح يطلعه، لقى غلط يرجعه تاني للمخ، يحط خطه من جديد ثم ينزلها له، لو لقى صح ينزله، لقى غلط يطلعه تاني. المخ بيحط خطه ثم ينزلها للمركز، المركز ده يشيك على الخطه يشوفها صح ولا غلط، لو صح ينزلها للعضلات، لو غلط يرجعها للمخ. المكانين الاثنين المسؤولين عن انهم يشيكوا على الاوامر الحركيه هما البيزل جانجليا والسيربيلوم. البيزل جانجليا والسيربيلوم دول بتوع الحركات، لو حركه بطيئه بطيئه تعدي على البيزل جانجليا، انما الحركه السريعه بتعدي على السيربيلوم. يعني انت لو ناوي تاخد حركه سريعه، تعمل حركه سريعه، المخ يبعت اشاره للسيربيلوم، يقوم السيربيلوم منزل. اما لو حركه بطيئه، المخ يبعت اشاره للبيزل جانجليا يقوم منزلاه. يعني مثلا لو انا عاوز اروح اخد الكتاب ده، قمت ايه عامل ازاي؟ دي كده حركه سريعه ولا بطيئه؟ بطيئه. المخ قام جاي منزل البيزل جانجليا، قال لها بعد اذنك، بعد اذن سيادتك، يعني لو فاضيه، انا هخلي جسمه ينحني الى الامام، ثم اخلي ايده ينفرد لقدام بالراحه خالص، ثم هلاقيه وقع، فاخلي رجله تطلع لقدام تسنده فيقرب اكتر، ثم اول ما يوصل عند الكتاب بعد اذن خليه يطبق صوابعه، ثم يمسك الكتاب، ثم تسحبي ايدك وترجع تاني زي ما كنت. كل فنت وحركه من دول بينزل لها امر يعدي على مين؟ على البيزا الجاي. السيربيلوم بقى انت قاعد على ابسط حاجه، قاعد على الموبايل شاتنج ولا حاجه على الواتس، عمال انت انا عمال اكلمك عادي خالص، انت عمال ايديك شغاله بتعرفش ما شاء الله. لان السيربيلوم في ميزه حلوه قوي، السيربيلوم بتعمل الحركه قدامه مره بيخزنها، وبعد كده يخليك تعملها من غير ما تحس. اقول لكم ابسط حاجه، لو واحد بيربط الكوتشي بتاعه الصبح، لو انا سالتك حالا ايه الحركات اللي بتعملها هتطلع بتقول والله ما اعرف، بس الصبح تلاقي نفسك بتربطه كويس قوي، لان مخك حافظ، فعمال خلاص انا ربطته مشيت. علاب علاب، لو بتكتب تلاقي نفسك وانت بتكتب في الاول عمال وفين الايه؟ اهو اهو ماشي. البي فين فين؟ بعد شويه تلاقي نفسك عمال على الشاشه عمال على الموبايل، الموبايل تلاقي نفسك في الاول لو انت مغير الكيبورد ولا حاجه نفسك عمال قعدت يومين اثنين كده ثلاثه مش لاقي الحروف، بعد كده تلاقي نفسك انت متغمض، لدرجه انك ممكن لما تغير الموبايل تلاقي نفسك كانك بتتعلم من جديد. تلاقي الكتابه بطيئه وبعد ما تبقى سريعه، اذا السريع مين اللي مسؤول عنه؟ مين البطيء؟ بص يلا على البيسر جاي، طبعا الكلام ده مش عندك. الكلام ده مش عندك. عندك في الادب كلمتين اتنين تقولهم منتهى الموضوع، انا بقول لك لحياتك هتبقى انت عارف بتدرس ايه اصلا. البيزر جانجليا بيقول لي بريزنت ان ذا انتيريور اوف الاسفير، يعني ايه كلمه انتيريور؟ موجوده في المخ من جوه. البيزر جانجليا موجوده داخل المخ، اذا هي موجوده عند الانتيريور، موجوده في المخ من جوه. and are not visible externally، ما تنشفش من بره، يعني عشان تشوف البيزل جانجليا لازم تفتح المخ وتبص من جوه، هي بتكون جوه ما تنشفش من بره، بتبقى عباره عن نواتين اتنين، نواه اسمها كودات ونواه اسمها لينتي فورم، يعني البيزل جانجليا دي عباره عن حتتين، حته اسمها كودات وحته اسمها لينتي فورم. الاتنين مسؤول عن ايه؟ موديفيكيشن اوف موتور فانكشن. موديفيكيشن اوف موتور فانكشن. يا كلمة موديفيكيشن يعني ايه؟ تعديل. الموتور فانكشن يعني وظائف حركة، هي بتدي أمر ولا بتعدل الأمر اللي جاي من المخ؟ بتعدل أمر المخ، هي بتعمل موديفيكيشن للموتور، إذا هي موتور خاصة بحركة مش بإحساس. تعالوا نبص على السيربيلم يلا. السيربيلم لما نيجي نرسم بقى انا دلوقتي رسمت لك كده، انا هرسم لك كده بقى، ارسم المخ كده. بصوا يا جماعه المخ لما انا ارسمه بالطريقه دي، ادي البرين اهو، البرين تحته هنا بيكون في حاجه اسمها برين ستيم، جزء المخ، وجزء المخ ده وراه هنا كده في
في حاجة اسمها السيريبيلم. السيريبيلم ده اللي هو المخيخ. هو ده اسمه ايه؟ المخ. امال ده اسمه مخيخ. ده اسمه سيريبرام، تصغيره يبقى اسمه سيريبيلم، وده المخيخ. ده المخ والمخيخ. المخيخ وظيفته ايه؟ اتزان. خليك فاكر دي. المخ هو المسؤول عن حاجات كتيرة قوي، انما المخيخ ده المسؤول عن الاتزان. اذا لو سألتك اين يوجد السيريبيلم؟ السيريبيلم بيبقى تحت السيريبرم ونسبيا وراه شويه، عشان كده مكتوب عندك بيقول السيريبيلا بيهايند اند بينيس السيريبرم، بيكون تحت ووراه في جسمك بقى. المخ اهو، المخ اهو يا جماعه، المخ بيكون هنا كده، بيكون تحت السيريبرم ووراه شويه، وراه از بيهايند اند بينيس السيريبرم. هو المخ كان كام نص؟ كان اسمهم سيريبرال هيمسفير. يوم المخيخ مقلده يبقى هو كمان نصين بس اسمهم سيريبيلر هيمسفير. عشان كده مكتوب عندك بيقول it has two hemispheres with convoluted surface. كلمة convoluted معناها متعرج، يعني السطح بتاعه متعرج. يعني ايه متعرج؟ سلقاي وجيراي زي البرين بالظبط. هو البرين كان متصل مع بعضه بايه؟ متصل كوربس كالوزم، انما السيريبيلم متصل بالفيرمز. السيريبيلم متصل بالفيرمز. هجيبها لكم بطريقه حلوه. المخ كم نص؟ المخ كم نص؟ ده اسمه سيريبرال هيمسفير. ده اسمه سيريبيلر هيمسفير. الشق كان اسمه ايه؟ الشق لونجيتيودينال سيريبرال فيشر. هنا الشق اسمه لونجيتيودينال سيريبيلر فيشر. دول متصلين مع بعض بكوربس كالوزم، دول متصلين مع بعض بيه فيرمز. بعد كده مكتوب عند حضراتكم، واعرف لي حاجه بقى، ده مين؟ سريبرا. امال ده مين؟ اسمها برين ستيم. اسمها ايه؟ برين ستيم، جزء المخ. امال ده سريبرا. جزء المخ ثلاث حتت، اول حته فوق اسمها ميد برين، تاني جزء اسمه بونز، تاني جزء اسمه الميدالو. يبقى البرين ستيم ثلاث اجزاء، ايه وايه وايه؟ ميد برين وبونز وميدالو. الميد برين موصل مع السيريبيلم، والبونز موصل مع السيريبيلم، والميدالو موصله مع السيريبيلم، لان السيريبيلم متصل مع البرين ستيم بثلاثه بيدانكل. اسمها ايه؟ بيدانكل. وبيدانكل معناها واصله بين مكانين. مكتوب عندك بيقول السيريبيلم connected with the rest of the brain، مع باقي المخ اللي هو البرين ستيم، عن طريق 3 pairs of بيدانكل. يعني ايه كلمه بيدانكل؟ وصلاه. ده يبقى اسمه superior بيدانكل، ده اسمه middle بيدانكل، ده اسمه inferior بيدانكل. سؤال لحضرتك بقى، السوبيريور بيدانكل رابط مين مع مين؟ السيريبيلم مع الميد برين. امال الميدل بيدانكل؟ سيريبيلم مع البونز. امال الانفيريور بيدانكل؟ سيريبيلم مع الميدالو. يبقى هل السيريبيلم مفصول ولا متصل مع البرين ستيم؟ متصل ببيدانكل، اسمها سوبيريور وميدل وانفيريور. السيريبيلم وظيفته ايه؟ كونسيرند ويز مينتيننس اوف بوستشر. مينتيننس اوف بوستشر معناها بيحافظ على وضعك. ازاي؟ انت واقف كده اهو، ايه اللي يخليك ما تقعش وانت واقف؟ السيريبيلم شادد عضلات تخليك واقف كده. انت قاعد دلوقتي، ايه اللي يخليك ما تنزلش لقدام؟ السيريبيلم شارد على ما يخليك قاعد ثابت. اذا اللي بيحافظ على وضعك ايا كان وضعك ايه هو السيريبيلم؟ مينتيننس اوف بوستشر، بيحافظ على الوضع. رقم اثنين بالانس، الاتزان، هو المسؤول عن الاتزان. عشان كده اي خلل بيجي في السيريبيلم يخلي الشخص ماشي بيبقى طريقه المشي عامله كده. الامراض بتاعت السيريبيلم وهو داخل العياده بنعرفه، بيقول لك ماشي كانه سكران، لان السيريبيلم مسؤول عن الاتزان، فلما يبوظ ما يبقاش فيه توازن. بعد كده بيقول كوردينيشن اوف كومبليكيتد فولنتري موتور اكتيفيتيز. يعني ايه بقى؟ بص، تربط الجرافات بتاعتك، تيجي تربطها تقوم جاي طرف وطرف، مدخل طرف مدخل جايب وعامل حاطط، والاخر تقوم جاي رابطها تقوم جاي رافع لفوق. دي حركه معقده. اللي ينسق الحركات دي كلها مع بعض هو السيريبيلم. السيريبيلم هو اللي بيقوم بتنسيق كوردينيشن كومبليكيتد فولنتري موتور اكتيفيتيز، الحركات المعقده.
هو المسؤول عن تنسيق الحركات المعقده. دي احنا بنختبرها ازاي في قسم مخ والاعصاب عندنا؟ بنقول للمريض ايدك اليمين خبط بيها على صدرك وايدك الشمال اعمل بيها كده واعمل الاثنين مع بعض نفس العمليه كده. السربيلم سليم كده سليم اهو. بعض الناس اللي عملت كده بتلاقي ادم كينج كونج عمال يخبط على صدره. ده بيبقى مفيش تواصل بقى. وحاجه كمان بقول له حط صبعك قدامك ورجع صبعك على مناخيرك ثم حطه قدام ورجعه على مناخيرك ثم حطه قدام ورجعه على مناخيرك. ده لو عملتها صح يبقى السربيلم بتاعك سليم. عند بعض الناس بتلاقي بيعمل كده ويرجع حاطط صبعه عنده كده وعامل كده وحاطط صبعه كده اهو وفجأة يوم جاي حاطه كده وفجأة يوم جاي حاطه في مكان تاني. ده بيبقى في خلل كبير جدا في السربيلم وده بتبقى حاجة مؤذية قوي للشخص لأن خلل السربيلم مش حاجة كويسة. يبقى مين اللي بيعمل على تنسيق الحركات المعقدة؟ السربيلم. أمال مين اللي بيعدل الأوامر الحركية؟ بيزل جانجي. مين مسؤول عن الحفاظ على الوضع؟ سيربيلا. مين مسؤول عن البالانس؟ سيربيلا. مين مسؤول عن الكومبليكيتد موفمنت؟ سيربيلا. امال مين الصلامص ده بقى؟ بص اي امر حركي يطلع من المخ لازم هيعدي على مين؟ على مين؟ يا بيزل جانجليا يا سيربيلا. واي امر حسي رايح المخ لازم يعدي على الصلامص. الصلامص ده هو السكرتير بتاع الاحساس. اي احساس داخل المخ لازم يعدي على الصلامص. عشان كده الصلامص بيقول form side wall of a cavity in brain called the third ventricle. يا سلام. بصوا يا جماعه كده رسمين كده. انا هرسم كده تاني. فلما نرسم بالطريقه دي كان نص اهو. في تجويف موجود جوه البرين. التجويف ده اسمه اهو ده التجويف اهو. البطين في القلب كان اسمه ايه؟ المطين في القلب اسمه فينتريكل. واي منطقه فاضيه في المخ اسمها فينتريكل. كلمه فينتريكل مش معناها بطين. كلمه فينتريكل اللي عندك دي معناها تجويف. الفينتريكلز بتاعت البرين معناها منطقه فاضيه. دي منطقه فاضيه في البرين. ده بنسميه السيرد فينتريكل لان الفينتريكلز اربعه الاول والثاني والثالث والرابع. ده الثالث. الثالث ده اسمه السيرد فينتريكل. جدار السيرد فينتريكل في الناحيه بره ده الصلامص. عشان كده مكتوب عندك ان الصلامص ده بيكون السايد وول. سايد وول معناها الجدار الجانبي بتاع تجويف من البرين اسمه السيرد فينتريكل. يبقى الصلامص موجود جنب السيرد فينتريكل. ايه السيرد فينتريكل ده؟ تجويف بداخل المخ. سبيس منطقه فاضيه بداخل المخ. وظيفه الصلامص ايه؟ امبورتنت ريلي سنتر. كلمه ريلي سنتر معناها بيعدي عليه. بيعدي عليه السنسوري نيرف تراكت. اي مسار عصبي حسي. يبقى لو سالتك بقى ايه الفرق بين البيزل جانجليا والسربيلم والصلامص؟ البيزل جانجليا والسربيلم دول بتوع موتور. امال الصلامص بتاع احساس. اي نوع البيزل جانجليا؟ بيزل جانجليا في المخ من جوه. ينفع تتشاف من بره؟ لا. فيها نواتين اتنين مين ومين؟ كوديت والانتي فور. وظيفتها موديفيكيشن موديفيكيشن موديفيكيشن. امال السربيلم اين يقع السربيلم؟ بيهايند اند بنيس السربيلم. طبعا كان كام نص؟ اثنين مربوطين مع بعض بفيرمس. والسربيلم متصل مع البرين ستيم بدمب السوبيريور والميدل والانفيريور. وظيفه السربيلم ايه؟ بوستشر بالانس والكومبليكيتد موفمنت. امال الصلامس اين يوجد؟ جنب السيرد فينتركل. الصلامس ده اسمه المهاد. الصلامس ده بالعربي اللي هو المهاد. ده المهاد الصلامس موجود على جناب السيرد فينتركل. وظيفته ايه؟ سنسوري. ساعه ما نسمع كلمه ريلي سنتر فور سنسوري ما تكملش. سنسوري يبقى صلامس. سنسوري يبقى صلامس. سنسوري يبقى الصلامس. وده كده بالنسبه للحاجات اللي جوه المخ. احنا خدنا المخ سيريبرال هيمسفير اللي جواه بيزل جانجليا والسيريبيلم وصلامص. كده احنا خلصنا المخ. عاوزين بقى نخش على منطقه تحت المخ اسمها البرين ستيم. اللي عليه الدور حالا هو البرين ستيم. هو البرين ستيم كان جزء يا جماعه. جزء اسمه ميد برين وجزء اسمه بونز وجزء اسمه الميدالي. واسمع بقى اللي هقوله ده. لو ده البرين دي السكال اهي. دي الجمجمه.
ده كله جوه الجمجمه. ثم الجمجمه في قاع الجمجمه من تحت في ثقب كبير. الثقب ده اسمه فورامين ماجنوم. فورامين، بص هكتشف من الكتاب بقى، فورامين ماجنوم. فورامين ماجنوم يعني ايه؟ فورامين يعني ثقب، ماجنوم يعني كبير. الفورامين ماجنوم دي يقوم معدي منها البين ستيم، وبعد الفورامين ماجنوم يبقى سباينال كورد. يعني هو قبل الفورامين ماجنوم برين ستيم، بعد الفورامين ماجنوم يبقى سباينال كورد. فلو جيت سالتك البين ستيم كام جزء؟ ثلاثه. مكمله تبقى مين؟ سباينال كورد. مكتوب عندك بيقول البرين ستيم ده اللور بارت اوف ذا برين. ماشي اي مكان، خليها تكون عارف اي حته عادي. تسلم يا دكتور، شكرا. الفورم الماجنم قلنا ان هو قبلها برين ستيم بعدها سباينال كورد. مكتوب عندك ان البرين ستيم ده اللور بارت اوف ذا برين، الجزء السفلي، فروم ويتش كرينيال نيرف ارايز، اللي بيخرج منه الكرينيال نيرف. ايه الكرينيال نيرف دي؟ اسمع بقى، الاعصاب بتاعه جسمنا نوعين اتنين، حاجه اسمها كرينيال نيرف اعصاب مخيه، يا حاجه اسمها سباينال نيرف اعصاب شوكيه. في عندنا اعصاب بتطلع من البرين ستيم اسمها كرينيال نيرف، وفي عندنا اعصاب بتطلع من السباينال كورد اسمها سباينال نيرف. الكرينيال نيرف دول عددهم 12، عددهم 12 يمين و12 شمال. ال 12 دول كلهم طالعين من البرين ستيم ما عدا واحد واثنين وثمانية. بعد ال 28 واحد ده بتاع الشم طالع من النوز، اثنين ده بتاع البصر طالع من العين، ثمانية ده بتاع السمع طالع من الأذن. أي حاجة غير كده طالعة من البرين ستيم. هم عددهم كام؟ 12. اديني اللي طالعين من البرين ستيم يلا. واحد واثنين معانا؟ لا. ثلاثة وأربعة يطلعوا من الميد برين. كمل يلا. خمسة وستة وسبعة ونص ثمانية. خمسة وستة وسبعة ونص ثمانية يطلعوا من البونز، لأن ثمانية جزء بيطلع من الإير وجزء بيطلع من المخ. النص اللي بيطلع من المخ بيطلع من البونز. ثم تسعة عشرة حداشر اتناشر طالعين من المضلة. كم عصب طالعين من البرين ستيم؟ 10 3 و 4 من الميد برين، 5 6 7 8 من البونز، 9 10 11 12 من الميدال. تعالى كده بص عندك واحده واحده بقى. اول حاجه الميد برين. الميد برين عاوز اعلمك حاجه الاول، هو ده كان مين؟ سيريبرم صح؟ الصلاه مساء يا جماعه. ده مكان الصلاه مصر. يبقى لو سالتك وقلت لك اين يوجد الميد برين؟ الميد برين تحت مين فوق مين؟ تحت الصلمس فوق البونز. بص اول كلمه مكتوبه عندك ان الميد برين لايز بتوين الصلمس سوبيريورلي، فوق هتلاقي الصلمس والبونز انفيريورلي. بيدي كام كرينيال نيرف؟ اثنين. مين ومين؟ ثلاثة وأربعة. It give rise يعني بيطلع منه اثنين كرينيال نيرف، ثلاثة وأربعة. أمال لو سألت حضرتك بقى أين تقع البونز؟ بين الميد برين وبين مضلة، بيطلع منها كام عصب؟ أربعة. أرقامهم خمسة ستة وسبعة وثمانية. مكتوب عندك البونز لاي بتوين الميد برين سوبيريورلي، فوق هتلاقي الميد برين، والمضلة اوبلونجاتا انفيريورلي، لان المضلة الاسم الكامل بتاعها اسمها مضلة اوبلونجاتا، يبقى فوقها الميد برين تحتها المضلة. عدي سطر وانزل على اللي بعده. It give rise to four cranial nerve، بتدي اربع اعصاب. مين هما؟ خمسة وستة وسبعة وثمانية. تعالوا نبص على المضلة. المضلة بيقول look as enlarged region، بتبان كأنها منطقة منتفخة of the spinal cord with which it is continuous. عاوزك بس تعرف لي هنا ان المضلة مكملة مع مين؟ مع السباينال كورد. يعني ايه الكونتينويشن بتاع المضلة؟ سباينال كورد. اين تقع المضلة؟ تحت البونز
ومكمله سباينال كورد يعني فوق السباينال كورد، عدي مربع وانزل على اللي بعده. It give rise to four cranial nerve اسمهم ايه بقى؟ 9 و10 و11 و12. خلينا نجيب دول كلهم كمقارنه، ثم نقول السطر اللي احنا عدناه هنا واللي احنا عدناه هنا. البرين ستيم كم جزء؟ 3، واحد اسمه ميد برين، واحد اسمه بونز، واحد اسمه دبل. ده بيوجد فين؟ بين الصامس والبونز. امال دي بين الميد برين والميدال. امال دي بين البونز وتكمل سباينال كور. بتدي كام كرينيال نير؟ اسمهم 3 و4. بتدي كام؟ 4 اللي هم 5 و6 و7 و8. بتدي كام؟ 4 اللي هم اسمهم 9 و10 و11 و12. في سطر كنا عدناه في البونز بقى، بيقول لي في البونز فيها نواه اسمها النيوكلياي بونتس. البون فيها نواه اسمها نيوكلياس بونتس، بيبقى في كلكوعه كده اسمها نيوكلياس بونتس. اسمها ايه؟ نيوكلياس بونتس. وديت كونكت السريبرال كورتكس مع السريبيلوم. يعني ايه؟ بصوا يا جماعه، هو ده مين؟ ده السريبرال ده الجزء الخارجي منه اسمه القشره المخيه، سريبرال كورتكس، القشره المخيه. وحابب ان انا اصحح معلومه، حضراتكم عارفين ان الحيوانات ملهاش مخ صح؟ ما انا بفتح دماغي بلاقي ايه؟ سلطه؟ الحيوانات لها مخ ولكن ملهاش قشره مخيه، يعني ملهاش سريبرال كورتكس. الانسان فقط هو اللي بيحتوي على السريبرال كورتكس دي. اذا السريبرال كورتكس اللي هي القشره المخيه، القشره المخيه دي مربوطه مع السريبيلوم، يعني لازم دي توصل بدي. ازاي؟ تلاقي عصب نازل من السريبرال كورتكس، نزل في الميد برين، راح البونز، مسك مع نواه هناك اسمها نيوكلياس بونتس، ثم يكمل يروح السريبرال. يبقى النيوكلياس بونتس بتربط مين مع مين؟ السريبرال كورتكس مع السريبرال. وبتوجد فين؟ بتوجد في البونز. امال في الميدالله اللي احنا كنا عدناه، بيقول لي انسايد الميدالله، جوه الميدالله، ماجورتي اوف ديسندنج موتور تراك كومينج فروم الكورتكس. يعني ايه؟ بص، هي البرين ستيم دي لو عصب جاي من المخ نازل لتحت، العصب ده انا قلت من شويه ان هو نازل، طالع ولا نازل؟ نازل، بنسميه ديسندنج. ديسندنج يعني رايح منين لفين؟ من المخ للجسم، فهو جاي من فوق لتحت. الاعصاب اللي بتكون نازله من المخ رايحه للجسم تحت ناحيه اليمين بتنزل من اليمين، بس خد بالك من اللي اقوله ده بالتفصيل بقى. الناحيه اليمين من المخ تقوم جايه نازله عصب، ينزل في المخ ناحيه اليمين، ينزل في الميد برين ناحيه اليمين، ينزل في البونز ناحيه اليمين، ثم يجي في المضله يعكس ويروح ناحيه الشمال وينزل للجسم ناحيه الشمال. يعني نص جسمك الشمال متغذي من ايه؟ من نص مخك اليمين. امال النص اليمين من الجسم متغذي من النص الشمال من المخ. انت اليمين بيبقى شمال والشمال بيبقى يمين في المضله. لما يكون النازل يمين راح شمال والشمال راح يمين بيعملوا اكس. الاكس ده بنسميه ديكاسيشن، بنسميه ايه؟ ديكاسيشن. يقول لك انسايد المضل، جوه المضل، ماجورتي اوف ديسندنج موتور تراك، معظم الاعصاب اللي نازله كومينج فروم الكورتكس اللي جايه من السيربال كورتكس ديكاسيت. يعني ايه كلمه ديكاسيت؟ تتقاطع، يعني اليمين يروح شمال والشمال يروح يمين. والتقاطع ده بنسميه بيراميدال تراكت، بنسميه ايه؟ بيراميدال تراك، بيراميدال تراك، بيراميدال تراك. نختم بقى بجزء السيريبرو سباينال فلويد اللي هو السي اس اف، اخر جزء هنتكلم عشان خلصنا البرين ونبدا بكره في السباينال كورد. هو السيريبرو سباينال فلويد. ايه السيريبرو سباينال فلويد ده؟ ده بنسميه السائل المخ شوكي. يعني ايه المخ شوكي؟ ده عباره عن سائل موجود في المخ وموجود في الحبل الشوكي، عشان كده قلنا عليه فلويد. فلويد يعني ايه؟ سائل موجود في المخ، عشان كده قلنا عليه سريبرو، لانه موجود في المخ وموجود في الحبل الشوكي، عشان كده قلنا عليه سباينال، اسمه سريبرو سباينال فلويد، السي اس اف. يا جماعه السي اس اف ده بيقول ده بيملى الفراغات بتاع البرين، هي الكافيتيز اوف ذا برين، قلنا من شويه اسمها ايه؟ فينتريكلز. اذا التجاويف بداخل المخ اللي اسمها الفينتريكل بتحتوي على سي اس اف، يبقى السي اس اف بيملى الكافيتيز اوف ذا برين اللي اسمها الفينتريكل. اند باس ان سم اوبننج، وبيعدي من فتحات لوان اوف ذم اللي هو الفورس، ثم للسب اراكنويد سبيس. ايه ده بقى؟
بص في تجاويف في المخ، التجاويف اللي في المخ دي بيتم تصنيع السي اس اف فيها، ثم كل السي اس اف اللي اتصنع يروح يصب في الفنتريكل رقم 4 اللي اسمه الفورس فنتريكل، والفورس فنتريكل ده في ثقب بيحط السي اس اف في السب اراكينويد سبيس. فاكرين في اول الحصه قلنا المينينجيز كان كام؟ 3 يورا مطر واراكينويد مطر وبايا مطر. تحت الاراكينويد كان في سبيس اسمها سب اراكينويد سبيس، كان فيها سي اس اف. الفنتريكل بتاعه البرين تصنع السي اس اف، تنقله الى الفنتريكل رقم 4 اللي اسمه الفورس فنتريكل، فبالتبعيه ينقله الى السب اراكينويد سبيس ويفضل السي اس اف في السب اراكينويد سبيس. اذا هو موجود فين؟ موجود في الفنتريكلز كلها، بس مسار من الفنتريكلز كلها الى الفورس، ومن الفورس الى السب اراكينويد سبيس. مكتوب عندك بيقول بيملى الكافيتي بتاعت البرين، وبس ان سام اوبننج بيعدي من فتحات تو one of them اللي هو مين؟ الفورس فنتركل. ثم بعد كده بيملى السب اركينويد سبيس اراوند البرين، وينزل برضه يبقى موجود اراوند السباينال كور. اذا السي اس اف موجود فين يا جماعه؟ في الفنتركلز والسب اركينويد سبيس واراوند السباينال كور، ده حوالين الحبل الشوكي. وظيفه السي اس اف ايه بقى؟ رقم واحد ميكانيكال بروتكشن في سي ان اس. يعني ايه ميكانيكال بروتكشن؟ لك ان تتخيل ان المخ بالظبط عامل زي السفينه اللي عايمه على ميه. يعني ايه؟ حوالين المخ في سائل، وحوالين الحبل الشوكي في سائل. السائل اللي حوالين المخ والسائل اللي حوالين الحبل الشوكي يخلي المخ لما يجي يتحرك ما يخبطش في العظم، ما العظم والمخ جوه بين المخ والعظم في ميه اسمها السي اس اف، عشان لو جيت عملت كده فجاه او عملت كده فجاه المخ بتاعك ما يتحركش يخبط في العظم، لا ده المخ يلاقي ميه فيبدا يتحرك براحته في الميه دي، ده اسمها الميكانيكال بروتكشن، بيحمي المخ، يبقى الميه دي بتحمي المخ. تاني حاجه هاز نيوتريشنال فانكشن، ليها وظائف التغذيه، لان السي اس اف بيشيل الغذاء يوزعه على المخ، وبالتالي بيلعب دور في تغذيه المخ. ريموف ميتابوليك ويست برودكت ويشيل الفضلات، يعني السي اس اف يودي الاكل للمخ وياخد الفضلات من المخ، يودي الاكل وياخد الفضلات. الوظيفه الاخيره والامبورتنت كلينيكالي، مهم في ناحيه الكلينيكال. يعني ايه كلينيكال؟ شغلنا احنا، شغلنا كقسم مخ واعصاب، السي اس اف مهم لينا احنا في القسم. ازاي بقى؟ والامبورتنت كلينيكالي ان دايجنوزس، بيساعدنا على التشخيص، لان لو واحد عنده التهاب في المخ يا جماعه يقوم جايبين ابره طولها 10 سم مدخلينها في ظهره عشان ناخد نقطتين سي اس اف، ونقوم جايين واخدين النقطتين دول موديهم المعمل، اقول لبتاع المعمل شوف لي فيه بكتيريا ولا لا. اذا بيساعدنا في تشخيص امراض المخ، دايجنوز التشخيص. تاني حاجه تريتمنت اوف سام ديزيز، علاج بعض الامراض. احنا في المخ عندنا مشكله صغيره، ان المخ ده حواليه بارير، حاجز، معظم الادويه ما بتعديش منه. فلما يكون في عدوى بداخل المخ وعاوز احقن دواء يروح للمخ، اقوم جاي حاقن الدواء في السي اس اف، لدرجه ان احنا احيانا بنجيب البيش ندخله اوضه عمليات، نعمل له صب في الجمجمه، وندخل بسن سرنجه لحد الكافيتيز بتاعه المخ نصب الدواء جواه. اذا في بعض الامراض بنعالج عن طريق ان احنا نحط الدواء في السي اس اف. اند انستيزيا، انستيزيا يعني التخدير. اظن حضراتكم معظمكم شفتم واحده بتولد، لما بتكون داخله تولد يقول لك ده هيديها حقنه البنج. حقنه البنج بتكون في ايه؟ في الظهر، لان حقنه البنج بتتحقن في السي اس اف، فالسي اس اف ياخد البنج يوزعه على المخ كله، فالمخ يبدا يحصل له ديبريشن فنبدا تخش فيه التخدير. وده بالنسبه للسي اس اف، ميكانيكال بروتكشن، نيوتريشن، يشيل الويست برودكت، وامبورتنت كلينيكالي. ان شاء رب العالمين بكره هنتكلم عن السباينال كورد والاعصاب اللي طالعه منه اللي اسمها السباينال نيرف، والجهاز العصبي اللا ارادي اوتونوميك نيرفس سيستم. احنا قلنا الكرينيال نيرف عددهم كام؟ الكرينيال نيرف عددهم 12، هناخدهم بكره ان شاء الله بالتفصيل واحد واحد، ووظيفه كل واحد ايه. بكره نختم النيرفس سيستم يا جماعه.